والله العظيم يا إخواني أنا مستغرب جدا، يعني مستغرب جدا، وإلى الآن ما جاء أستوعبها. أحد الأخوة إجاني إلى المسجد، قال شوفني أنا، قلت له بلي. قال شلون وضعي؟ قلت له أنت ما شاء الله رجال. قال شوف لحيتي وشواربي، قال نعم. قال صدق أن والدي يومي يضربني أمام زوجتي وأولادي؟ لا إله إلا الله، شلون يضربك والدك أمام زوجتك وأولادك شلون؟ قال سيدنا يهيننا إهانة غريبة يعني، وأنا إلى الآن يقسم أيمان وهو في المسجد معاي، يقسم أيمان أنه أنا سيدنا يضربني وأنا ساكت ولا أرد عليه ولا أتكلم معاه كلام غلط، بس هو إنسان متعجرف، إنسان متكبر. قلت عليه حال سيساءل يوم القيامة، سيساءل يوم القيامة، ليش تهين ابنك؟ وعليه أساس تضرب ليش؟ وإذا كان مقصر يعني الضرب هو الصحيح، يعني ماكو طريق آخر غير الضرب يعني؟ وابنك عدة أولاد، هل جعلت كرامة لولدك؟ هل جعلت كرامة لولدك أمام زوجته وأولاده؟ يا أخوان جريمة هذه،